عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على هذا المكتب الغير شرعي يقرر الذهاب للجمعية العامة من أجل الفصل نهائيا في مستقبل البطولة، وين جابوا باي عبود عاودوا ردوا باي عبود عاودوا محسوب ما طردناش، وما خافوا يكشفهم الفضائح وداروا بلي مازال ناطق رسمي تاعهم. هذه وين شفنا كيفاش هذا المكتب الغير شرعي، المكتب الفيدرالي، من قرر الذهاب لجمعيه عامه غير شرعيه من اجل الفصل نهائيا في مستقبل البطوله. حنا كي نقولوا غير شرعيه نروحوا نشوفوا زرواطي شهدر، شوفوا الناس شهدرت بلي غير شرعيه، هذا رئيس اتحاديه غير شرعي، مفروض على كرة القدم، فرضوه على كرة القدم الجزائرية وكاع نعلمو كيف جابوه. هذا المهرج كمل وين على هذا التهريج كامل على بطولة رشوة والتلاعب بالمال العام، بطولة تاع رشوة والتلاعب بالمال العام، دراهم تاع الشعب يا خاو ديروه تبييض اموال. هاد الناس راهم يديروا تبييض اموال والمهازل على ارضيه الميدان والعنف في المدرجات وخارج الملعب. بعد ذلك ياتي محللون في قنوات الصرف الصحي الرياضي يكملون ما تبقى من هذه المهازل من هذه المهزله واستعراض تخيلاتهم وفكرهم التحليلي المعتوه، وهذا كله تحت أعين قائمين على شؤون الرياضة وبدون تدخل أو قرارات الردع والصرامة. ني دروك نتايا ما تهمناش جمعية على تروح جمعية عامة، الناس يتموت، الناس يدير في ابتزاز للدولة. هذا زاتشي كاين لوبيات راهم موراه، حنا ما نعرفوهمش، مجهارية ما نعرفوهمش راهم موراه. هذا باش راه يدير كيما هكا، راه يضغط على الوزير اي طرق. راك نتايا كلش باين، نتايا غير روحو نتا خير ولا رئيس الاتحاد الفرنسي، خاطش ما عندكمش شجاعه، ما عندكمش شجاعه، خوف من رؤساء نوادي، ما كاش شجاعه، قرارات صارمه ما كاش، تاع البرومي خمسه الولاي وقلب بالسوق، بصح ما عندكمش شي. دائما وين راه يدير جمعية عامة؟ ممنوع جمعية عامة، وين تبي ديرها؟ الاتحاد الافريقي قال لك لافا تاع 30 اوت، قال لك لازم تكونوا راسلين لي زيكيب لي يلعبوا لافريك. انت وين انت غادي تكمل جمعية عامة؟ رانا في حج صحي، انت هذه جمعية عامة كيفاش ديرها؟ انت ضد وزارة الصحة، انت شكون ساتشي؟ والله العظيم انت شكون؟ قلنا انت شكون؟ ماناش ثامي، رانا قارعوا الوزارة الشبيبة والرياضة تهدر، وإلا ما هدرتش إلا ما هدرتوش راكم كاع في رحبة. هذه اللي نقولها بالتالي كاع، إلا ما هدرتوش راكم كاع في رحبة. إلا وزارة الشبيبة ضروك الفيفا في مارس هدرت، شقلت الفيفا انفرتينو دار بيان قال لهم ما عندنا حتى دخل، حنا قال لهم ما عندنا حتى دخل في اي دوله، هذا امر وتخص كل دوله، تبغي تلعب تبغي ما تلعبش، اي دوله تتدخل في الاتحاديه تقول لها حبسي البوله حبسي الرياضه حبس ما كاش اللعب. بصح الفيفا دارت قانون، علاش لي زيكيب على في لا هولوند حبسوا، في فرنسا حبسوا، في لي زافريكان نصهم حبسوا، في جوايه البرازيل الارجنتين الناس حبست على حبسوا، دول تاعهم مكسيك حبسوا، مكسيك فايت علنوا عليها حبسوا. ضربك انت هذه البطوله تاع نهب اموال تبييض اموال، العنف في الملاعب في المدرجات خارج المدرجات، فوضى، يعني فوضى اتحاديه تمشي المنظومه تاعها فوضى كبيره. هذه هي اللي انا نشوف فيها، اي تمشي في الاتحاد تمشي في المنظومه الرياضيه بفوضى، كره القدم فوضى كبيره وصعيب. المهم نقعد
يخرج يقول لكم، قلنا لكم يخرج يقول لكم باللي باين روح، هو يقول باللي باين روح، بصح قال على التليفون قالوا اقعد 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 هذه هي، زيد ترشح زيد ترشح زيد ترشح. هو هذه الجمعيه العامه اللي بيديرها خرق للقوانين، خرق الحجر الصحي. من بعد يقلبك انت مشي داير غير كمامه يدير لك مليون، وانت يا راه اطار في الدوله راه يخرق في القوانين، راه يخرق في القوانين تاع الحجر الصحي. هاك تشوفها اطار في الدوله، هذا راه اطار سبحان الله، هذا راه رئيس اتحاديه راه اطار. كيفاش الدوله تقول لك كاع المنشآت التجمعات ما كان والو، ما كان لا جمعية ما كان والو، كلش مرفوض. يخرج هو يقول لك بين دير جمعية عامة، جمعية عامة انت كي داير بين ديرها، كي دايرة جمعية عامة بين ديرها؟ ها والله جمعية عامة كي دايرة بين ديرها؟ انا ما فهمتش. ولا بيت نيغوسي مع لي بريزيدو، لي بريزيدو قاعد تاوعك، والناس رابطة رابطة. لازم بانيك مدور يخرج يهدر. هذا الرابطة راه دار مع رؤساء النوادي 95% رافضين، يعني صايك الناس هي رافضة. انت على راك جديد فيها، انت على راك جديد فيها. ها كاين 15 ولاية راهي مبلعة، ولا 14 ولاية راهي مبلعة. هيا نديرو بلي الشامبيون غدوة بدات، شكون اللي يروح يلعب في ستيف؟ شكون اللي يروح يلعب في ستيف؟ شكون اللي يروح يلعب؟ شكون؟ انا نقولوا بلي شكون اللي يهود البشار؟ شكون اللي من البشار يطلع اللي يلعب في ستيف؟ شكون؟ ها هو بنادم شويه يخمم. الناس تموت سي محمد، الناس تموت، الناس راهي تزيد، وانت تحوس على البوله تكملها، بوله تاع رشوه وتبييض اموال ونهب المال العام تاع الاموال تاع الاموال تاع الشعب. خيانة تاع دراهم نورمال. شامبيون هادي كاع لي بريزيدون يقارعو التروازيام تروش، كاع يقارعو التروازيام تروش. علاش هو راه باغي التروازيام تروش في طو يخلص على لي جوارات تاوعه؟ وكاين كوب دالجيري مبيوعة، كاين بزاف صوالح، كاين بزاف أمورات، كاين بزاف كاين بزاف. بعد يجي يقولك حنا باين نخدمو، وين باين تخدم أصاحبي؟ تاع خدمة باغي تخدمها وين؟ وين خدمة راكم تخدموا؟ هذا راكم ضد الشعب، ضد الدولة، ضد راك كلش. أو جمعية قرار قال تقلك نروحوا للجمعية العامة. الجمعية العامة أنت وين أنت وين أنت جبت رئيس نائب رئيس اتحادية فوتها الجمعية العامة صادقوا عليه. الآخر كسموه ذاك حكيم الدار صادقوا عليه. هذاك تاع رئيس رابطة تاع سكيكدا اللي راه معاقب وداسي العقوبة تاعو مخلينو مع مخلينها معاكم عضو، هذاك 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 حقو يجي حقو ما يجيش فاني. يقولوا لنا سبحان الله لانا غالطين، انت غير شرعي، الناس كاع شاهدة بلي انت غير شرعي، انت رئيس اتحاد نائب رئيس تاعك. عطينا شكون هو نائب رئيس تاعك؟ ما عندكش نائب رئيس تاعك، تاعك شكون هو؟ حداد راه في الحبس، لي دارك راه في الحبس، لي موراك في الحبس، لي فوقهم كاع راه في الحبس، وين راك رايح تيه؟ وين باش تزيد؟ وين غادي تزيد تكمل وين؟ هذه جمعية عامة، أنا جمعية عامة تبان لي وراكم تحوسوا على البولة، والله من أجل المصلحة تاعكم وصايك، والضغط على الوزير خاصتو خدام راكم تضغطوا عليه. أنا نقول الوزير قرع الوزير يتدخل قرارات صارمة ردعية ما كاش لا، والله العظيم. مليح زومين، الأول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنة الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار. زاد شي يدي 1000 هكتار لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار. زاد شي يدي 1000 هكتار، زاد شي يدي 1000 هكتار، زاد شي يدي 1000 هكتار، زاد شي يدي 1000 هكتار.
يدي 1000 هكتار في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وام الزبوج. الرشة وام الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.